كوكو البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله، واحد الاكله اللي طيبيها تقريبا في دقائق وما كتطلبش وقت كثير. خليكم معايا ومع المقادير. غادي ناخدو فهمتي الطنجره هكا، نحطوه ونديرو فيها الزيت، الزيت البنات خاصو شويه يغطي القعر ديال هاد الطنجره هادي. فوالا بحال هكا. من بعد البنات غادي نحتاجو نحطو على جنب، غادي نحتاجو بصله وحده، ماتيشه وحده، ثلاثه الفصوص ديال الثوم، انا عندي هكا جوج كبار. غادي نحتاجو فلفله حاره، غادي نحتاجو سكنجبير، وغادي نحتاجو ايضا مطيشه ديال المعلبات، وغادي نحتاجو تقريبا اربعه ديال ولا خمسه ديال البطاطات. خليكم معايا ومع طريقه التحضير. باش غادي نبداو، غادي نسخنو الزيت هو الاول. غادي نقطع البصله، غادي نوريكم طريقه التقطيع ديالها. المهم نقيناها وغادي نوريكم طريقه التقطع هكاك على الطول ديالها. من بعد نقطعت البصله البنات، التقطاع ديالها على هذه الطريقه. مايا غادي نزيدوها في هذاك الزيت اللي سخن، وغادي نخلوها حتى تولي محمره، وعاد نوريكم الطريقه الثانيه ونغطيوها. ودابا غادي ندوز نتسنى بلا ما تحمرت لي البصله، غادي ندوز نحك الزنجبير والثومه اللي غادي نحتاجهم من بعد. فوالا البنات، نقيت هذوك ثلاثه الفصوص ديال الثوم وهاد القطعه ديال السكنجبير، غادي نحكهم وغادي نرميهم ديريكتومون على البصله ديالنا. فوالا البنات، كما كتشوفوا معايا هنايا حكيتهم بجوج بهم. غادي نشوف البصله ديالنا واش تقلات، هذا غادي نزيد عليهم هذوك جوج العناصر. ولكن قبل من نزيد هذوك جوج العناصر اللي هي الثومه والسكنجبير، خاص البصله تحمر ليا مزيان، تاخذ اللون دوغي يعني اللون ذهبي. نزيد عليها شويه النار نورمالمون، هنا كما كتشوفوا البنات فوالا البصله بدات كتاخد ديك اللون الذهبي. فوالا دابا غادي نزيد عليها كما قلت لكم الثومه وهاد السكنجبير الطريف. فوالا ونرجع نخليهم واحد شويه، واحد دقيقه ولا جوج دقائق يتشحروا مزيان. غادي ندوز نقاد نقطع فلفله ومطيشه، حيت لها القشره ديالها نقطوها مربعات صغيره، وكذلك فلفله مربعات صغيره. دابا غادي نشوف البصله ديالنا كيفاش ولات. فوالا هذا هو اللون اللي بغيت انا نحصل عليه، وانا ان هذاك الشيء البصله والثوم والسكنجبير ملي يتقلاو يعطوني هذا اللون هذا بالضبط. فوالا من بعد البنات قطعت المطيشه قطيعات مربعات صغيره، وكذلك الفلفله. حضوم الفلفله هذه ما عنديش حاره بزاف، حاره ولكن ماشي هذاك الحروره اللي كتعرفوا.
الناس اللي في المغرب عندنا فلفله تبارك الله شونيه ماشي فلفله كتحرق بزاف، ذوقوها قبل الا كانت حاره ديروا غير النص ديالها ولا الربع ديالها باش ما تجيكمش حاره. والبنات في هذه الوصفه انا كنستعملوا فلفله ولكن ما كنديرش الابزار، فوالا هذه ما كنخدمش بالابزار نهائيا. يلا نزيد هاد جوج العناصر كما قلت لكم البنات، وصفه سهله اللي ما غادي طيب اصلا لا فرشمو خدمناها مزيان وغاديين بشويه بشويه علينا 45 دقيقه ماكسيموم. بغيتي تزردوا هذا 30 مينوت كتسالي فوالا. فوالا نخلي المطيشه واحد شويه تذوب نغطيها ونرجع معكم. غادي نشوفوا المطيشه واش ذابت باش نوريكم الطريقه المواليه. فوالا المطيشه راه مازال ما ذابتش كومبليتوم ولكن ما تعطلش. في نفس الوقت البنات غادي نزيد شويه العطريه ولا التوابل اللي كتمشاو مع هذه الاكله. اشنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الملح، الخرقوم البلدي، والفلفل الاحمر الحلو، فلفله حلوه والخرقوم البلدي والكركما والملح على حسب الذوق. كوكو البنات كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله، واحد الاكله اللي طيبيها تقريبا في دقائق وما كتطلبش وقت كثير. خليكم معايا ومع المقادير. غادي ناخذو فهمتي الطنجره هكا ونحطوه ونديرو فيها الزيت البنات خاصو شويه يغطي القعر ديال هاد الطنجره هادي فوالا بحال هكا. من بعد البنات غادي نحتاجو نحطو على جنب، غادي نحتاجو بصله وحده، مطيشه وحده، ثلاثه الفصوص ديال الثوم، انا عندي هكا جوج كبار. غادي نحتاجو فلفله حاره، غادي نحتاجو سكنجبير، وغادي نحتاجو ايضا مطيشه ديال المعلبات، وغادي نحتاجو تقريبا اربعه ديال ولا خمسه ديال البطاطات. خليكم معايا ومع طريقه التحضير. باش غادي نبداو غادي نسخنوا الزيت هو الاول. غادي نقطع البصله، غادي نوريكم طريقه التقطاع ديالها. المهم نقيناها وغادي نوريكم طريقه التقطاع هكاك على الطول ديالها. من بعد نقطعت البصله البنات التقطاع ديالها على هذه الطريقه معايا. غادي نزيدوها في هذاك الزيت اللي سخن وغادي نخلوها حتى تولي محمره، عاد نوريكم الطريقه الثانيه نغطيوها. ودابا غادي ندوز نتسنى بلا ما تحمرت لي البصله، غادي ندوز نحك الزنجبير والثومه اللي غادي نحتاجهم من بعد. فوالا البنات نقيت هذوك ثلاثه الفصوص ديال الثوم وهاد القطعه ديال السكنجبير، غادي نحكهم وغادي نرميهم ديريكتومون على البصله ديالنا. فوالا البنات كما كتشوفوا معايا هنايا حكيتهم بجوج بهم. غادي نشوف البصله ديالنا واش تقلات، هذا غادي نزيد عليهم هذوك جوج العناصر. ولكن قبل من نزيد هذوك جوج العناصر اللي هي الثومه والسكنجبير، خاص البصله تحمر ليا مزيان تاخذ اللون دوغي يعني اللون ذهبي.
نزيد عليه شويه النار نورمالمون. هنا كما كتشوفوا البنات فوالا البصله بدات تاخذ ديك اللون الذهبي فوالا. دابا غادي نزيد عليها كما قلت لكم الثومه وهاد السكينجبير الطريف. فوالا ونرجع نخليهم واحد شويه واحد دقيقه ولا جوج دقائق يتشحروا مزيان. غادي ندوز نقاد نقطع فلفله ومطيشه حيت لها القشره ديالها نقطوها مربعات صغيره وكذلك فلفله مربعات صغيره. دابا غادي نشوف البصله ديالنا كيفاش ولات. فوالا هذا هو اللون اللي بغيت انا نحصل عليه. فوالا ان هذاك الشيء البصله والثوم والسكينجبير ملي يتقلاو يعطوني هذا اللون هذا بالضبط. فوالا من بعد البنات قطعت المطيشه قطيعات مربعات صغيره وكذلك فلفله. حضوم الفلفله هذه ما عنديش حاره بزاف حاره ولكن ماشي هذاك الحرورة اللي كتعرفوا الناس اللي في المغرب عندنا فلفله تبارك الله شونيه ماشي فلفله كتحرق بزاف. ذوقوها قبل الا كانت حاره ديروا غير النص ديالها ولا الربع ديالها باش ما تجيكمش حاره. والبنات في هذه الوصفه انا كنستعملوا فلفله ولكن ما كنديرش الابزار فوالا هذه ما كنخدمش بالابزار نهائيا. يلا نزيد هاد جوج العناصر كما قلت لكم البنات وصفه سهله اللي ما غادي طيب اصلا لا فرشمو خدمناها مزيان وغادي بشويه بشويه علينا 45 دقيقه ماكسيموم. بغيتي تزردوا هذا 30 مينيت كتسالي. فوالا فوالا نخلو المطيشه واحد شويه تذوب نغطيها ونرجع معكم. غادي نشوفوا المطيشه واش ذابت واش نوريكم الطريقه المواليه. فوالا المطيشه راه مازال ما ذابتش كومبليتمون ولكن ما تعطلش. في نفس الوقت البنات غادي نزيد شويه العطريه ولا التوابل اللي كتمشاو مع هاد الاكله. اشنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الملح الخرقوم البلدي والفلفل الاحمر الحلو فلفله حلوه والخرقوم البلدي والكركيما والملح على حسب الذوق. فوالا البنات كنزيد معلقه صغيره ديال هاد المعلبات ديال مطيشه الحب. فوالا ونخليهم واحد شويه وندوز نوريكم الطريقه المواليه اللي هي الطريقه الاخيره ونخلوهم يطيبوا شويه. فوالا البصله ديالنا كتولي هكا معسله وديك المطيشه كتبدا تذوب. الطريقه المواليه هي اننا هذوك خمسه البطاطات غادي نشدوهم غادي نقطعوهم مربعات ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش كبار يكونوا متوسطين. وعندي صدر ديال الدجاج فوالا اللي غادي نقطعو حتى هو مربعات ما كبار ما صغار موين نوجدهم ونرجع معكم. فوالا القطيعات ديال البطاطا بحال هكا صغيورين باش يطيبوا لنا دغيا وما ياخذش لنا وقت كبير. والدجاج كذلك قطيعات بحال هكا. فوالا دابا ندوزو نشوفو لاصوص ديالنا فين وصل. فوالا لاصوص ديالنا ها هو غادي نزيد عليه كاس صغير كاس ديال الاتاي صغيور ديال الماء غادي نخلوه غير شويه يغلى وغادي نزيد عليه الدجاج والبطاطا في نفس الوقت حيت الدجاج هذا لو بلون دو بولي هذا الصدر ديال الدجاج داغي كيطيب من الاحسن نرميه هو والبطاطا في نفس الوقت باش يطيبوا ليا في نفس دقه واحده ما يتعطل شويه عندهم نفس الوقت ديال الطياب. فوالا غادي نزيدهم دابا
غادي ندير الدجاج. وفي نفس الوقت غادي نزيد البطاطا. البنات ما غاديش نزيد الماء دابا، غنخليهم يطيبوا واحد 10 حتى 15 دقيقه ديجا في هذاك جيست الكاس الصغير ديال الماء اللي درت، حتى البطاطا تاخذ هاد العطريه وهاد هاد التوابل اللي درت. عاد نزيدوا الماء، خاص البطاطا يدخلها هذوك العناصر مزيان وتشرب هذاك لاصوص. عاد نزيدو شويه الماء نمرقوه من بعد. فوالا مع التحريكه البنات ما تخلوش، ماشي تسدو عليه وتخلوه، مره مره حركوه، كل دقيقه جوج دقائق حركوه فوالا باش ما تحرقش لكم، حيتاش ما فيهاش الماء بزاف كما كتشوفوا راه ما فيهاش. هذاك الكاس اللي درت يلا غادي تقلى فيه واحد شويه والعناصر تنسجم مع بعضياتها. مع التحرك بالطرف النار تكون ما تكونش ناقصه بزاف، تكون مجهده بحال هكا. من بعد الطريقه الاخيره اللي نتلقى ليا هو انه ملي نحس بالبطاطا والدجاج دخلهم طياب وبدا كيطيبوا وهشاشوا، غنزيد غير جوج العناصر في الاخير. غادي نزيد شويه تاع الكمون وشويه ديال القزبر اليابس، فوالا هما اخر حاجه اخر العناصر اللي غادي نزيد. ومن دابا 10 دقائق ولا 15 دقيقه ملي بدا الطيب يدخلهم الطياب غادي نزيد ثاني اونكور كاس ديال الماء. خليكم معايا حتى الاخير. بغيت نهضر لكم شويه على الغيبه الطويله طويله طويله بزاف ديالي. غتقولوا حنان غبرت بزاف ما بقاتيش كتدخلي لاشين، هي الصراحه هذه مده طويله ما كتدخلت لاشين، جايه لشي 4 شهور ولا 5 شهور ما بقيتش دخلت. فوالا دخلت مؤخرا، درت فيديو ولا جوج على الطبيعه على الطريق هذه في المغرب، سينو ما بقيت لا درت لا طبخ لا وصفات لا خرجات لا والو. ولكن ان شاء الله انا غادي نرجع معكم دابا. غير ما كنتش مساليه صراحه، ما عندي ما يدير، باقا كونجي ماتيرنيتي نو كونجي بارونتال دابا، مي ما كاينش الوقت نهائيا. اما بين الخروج غادي للسونتر كوميرسيال، غادي مع ولدي، غادي نديه للبارك، نزلت المغرب جلست واحد شويه فوالا. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر لكم على اشنو السبب اللي خلاني انني غبرت هاد الغبره كامله، ونهضر لكم على الرحله ديال المغرب كيفاش دازت، فين مشيت، شنو درت، وهاد الايام مع هادشي اللي واقع ديال كورونا كيفاش دازت الفاكونس، كيفاش دوزتهم في المغرب. فوالا البنات المهم خليكم معايا، غادي ندير لكم فيديو كامل بالتفصيل على اشنو هو السبب بالضبط. المهم خليكم معايا حتى الاخر ونوريكم الوصفه والطريقه النهائيه. فوالا البنات كنت حالي كيصور ولكن الفيديو كان واقف ما كيصورش. فوالا هاني زدت كاس ديال الماء، كاس ونص، هذاك الكاس الصغير بحال هذا، زدت كاس ونص ديال الماء ونخليهم يطيبوا. دازت 10 دقائق ولكن كنت كنسحاب لي كنصور ولكن التليفون ديالي ما كانش كيصور نهائيا، وكان هضر بوحدي، مي بون ماشي مشكل غادي نفسر لكم. فوالا ملي خليته تقلى هذاك الشيء كامل العناصر مده 10 دقائق
صافي زدت عليهم الماء ودابا نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا شويه. تقريبا عندي اونكور 10 حتى 15 دقيقه. بون في انتظار البنات العشاء يطيب ومع الريحه هذه كتبقى تدور في الدار، ما كنتحملش الريحه ديال المرقه تبقى تدور عندي في الدار. غادي ندوزو نديرو شويه البخور بلاتي غادي نشعل غير الشابون. الشابون كنستعمل هذا اللي هو ساهل. فوالا كنبقى حاطه البنات يولي احمر ملي يشعل مزيان. كنت في الاول كنخدم البريكي البريكات ديال هذا باش نشعل، ولكن حتى ممكن نبقى شاعلاها وكتسخن ليا في يدي كتحرقني، ودابا كنفضل نحطها ديريكتوم على هكا على الكازينيير. فوالا البنات هي شعلات نحطو هنا ونزيد عليها هاد البخور. هاد البخور رائع جدا 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 جدا. شريته من المطار. لا خاصني نقلبها فوالا. خلي بس ما شعلتش مزيان بوالا. دابا راه شعلات ريحته رائعه جدا جدا جدا. انا نقولكم البنات ما عطاتش عقلت فين حطيته، شريته من المطار صراحه جاي من يمكن من دبي ولا من ابو ظبي ولا ما عرفتش، يا الامارات يا السعوديه. ريحته خطيره وخا الثمن ديالو شويه غالي، مي بون فرانشمون يستاهل يستاهل. انا غادي نقلب على الغوالاج ديالو دابا ونرجع معكم. البنات لقيته هو هذا عود معطر ممتاز سويس أغابيان. اتجاهات للعطر الناعم والأناقة نقية محاولة جاي 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 منين إليغون دول الإمارات العربية المتحدة. فوالا البنات اللي كتعرف حنتاش أنا خديتو من المطار و مؤخرا غير شي 20 جوغ هادي ملي رجعت المطار ديال مراكش كانوا هادوك لي كوميرس سادين. كاينين شي وحدين حالين ولكن لا بليبار مع هاد الكوفيد 19 وهادشي اللي واقع ديال كورونا لا بليبار سادين اكثر. سورتو هذا دايرين واحد ستوند في الوسط ديال المطار اللي كيبيعوا فيه هذا وهاد البخرات نيت شريتهم من عندهم، وحتى هادوك اللي حاطه فيهم اصلا البخور شريتو من عندهم. زعما عندهم شي حوايج زويونين جايين من الامارات، مي بون واخا دايرين الثمن مي بون شويه راقيين. البنات اللي كتعرف فين كيتباع هذا تقولها ليا حيتاش بون نكومونديه ويجي من الامارات غادي تعطل عليا شويه. لا كتعرفوا كاينه شي مكازا في مراكش ولا هذا ولا في كازا وكيتباع فيهم هذا بالضبط قولوها ليا. والثمن ديالو هذا داير 80 اورو اللي هي 800 درهم 800 درهم
وشحال فيه واقيلا وي 250 نو يمكن لا 500 غرام. نغلا لا تمشوا ما دايرينش فيه الغرام ما عرفش واش هو هذا لا ريفيرونس 250 غرام وي فوالا 250 غرام البنات ب 800 درهم زعما غالي بزاف. ما عرفتش واش غالي حيت شريته من المطار ويقدر يكون رخص من هاد الثمن خارج المطار. الا كتعرفوا البنات فين كيتباع هاد النوع ديال المعطر هاد العود خلوه ليا في الكومونتير من فضلكم. بون بقيت مقابله هاد العود والبخور وما حركتش نشوفوها كي دايره نو صافا بدا يدخل هاد الطياب. غادي غير نقلب البطاطا والدجاج واش دخلهم الطياب ولا لا. لا البطاطا شويه مازالها خاصها شوي والدجاج كذلك ماكسيموم ماكسيموم البنات واحد 10 دقائق ونزيد العطريه الاخرى ونخليهم صافي ونطفي عليهم النار. فوالا البنات 10 دقائق دازت بقى شوي فيه شويه ديال المرقه فوالا. دابا غادي نزيد هذوك جوج العناصر الاخيره اللي قلت لكم اللي هي القزبر اليابس. انا ما كنطحنوش بزاف كنخليه شويه هكا والكمون كذلك ما كنطحنهاش بزاف كنخليها شويه هكا. البنات بالنسبه للعناصر هاد العطريه هذه ملي كنشريها كنشريها هكا كحبوب حتى نحتاجها وكندير مثلا في السيمانه هذاك الشيء اللي كنطحن هذاك الشيء اللي يقدني باش يبقى باش تبقى العطريه شاده في المذاق ديالها وما تبردش. باغ اكزومبل انا نوريكم مثلا فوالا القزبر يابس كنشري هكا حبوب وكنهز غير الكميه اللي غادي نحتاجها في السيمانه وصافي وكنهرمشها. وكذلك الكمون فوالا هو مغاير شويه للكمون ديالنا ديال المغرب. هذا حتى كمون شويه باكستاني في واحد المذاق مغاير ماشي ما فيش داك المذاق المجهد بحال الكمون ديالنا. فوالا نوريكم الا بغات تحلي هذه فوالا حتى اللون ديالو شويه مغاير. نتوما ما تكثروش منه حتى شويه ديال المغرب مجهد سينو هنا فوالا. غادي نزيد معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من القزبر اليابس. صافي نخلط الكل البطاطا راه طابت الدجاج ديالنا حتى هو يطاب. انا ما كيعجبنيش المرقه تكون فيها لاصوص بزاف هكا انايا عجباني. نتوما الا بغيتوا لاصوص اكثر من هكا زيدوا شويه ديال الماء وخليهم يغلاو وطفوا عليه من بعد فوالا. صافي طاب هذا الشيء غادي نطفي عليه فوالا البنات. هذه الطريقه النهائيه فوالا. حاجه واحده اللي تقدروا تزيدوها هو البنات انكم تقطعوا القزبر والمعدنوس وديروا هكا الفوق من فوق منه. انايا بون قلبت ما لقيتش ما عنديش سينو كيعطي ديكور رائع حتى هو فوالا. البنات الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش لي كومونتير ديالكم خلوا لي لي كومونتير التعليقات ديالكم. عندكم شي سؤال مرحبا بكم وما تنساونيش على الشيء اللي طلبت منكم على هذاك المعطر العود. الا كتعرفوا فين كيتباع خلوا لي لي كومونتير ديالكم وكنشكركم بزاف وشهية طيبة وبون سواري.